بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. صدق الله العلي العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالكم وزياراتكم، وأن توفقوا لما فيه الخير والصلاح، وأن ترجعوا إلى بلدانكم سالمين إلى سالمين ببركة الصلاة على محمد وآله الطاهرين. الفرق بين سورة يوسف في القرآن الكريم وبين قصته في التوراة أن التوراة المحرف لا قيمة له، ولو أن قصة يوسف في التوراة لم يتم فيها التحريف كثيرا، ولكن مجرد قصة مثل الآن كتب القصص كثيرة متداولة، مجرد قصة تملأ الوقت لا تفيد علما ولا عملا. أما قصة يوسف في القرآن فكلها عبرة، كل آية من الآيات الموجودة صحيح هي قصة، وأحسن القصص كما قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. والإنسان يشتاق إلى سماع هذه السورة وتلاوتها، ولكن كل كلمة منها عبرة. لقد كان في قصصهم عبرة. فإذا واحد يقارن بين السورة في القرآن والقصة في التوراة يجد البون الشاسع. على كل حال، في هذه الآية اللي تلوناها في أول البحث احنا بعنوان مقدمة نذكرها، يوسف على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام هو نبي ابن أنبياء إبراهيم، ومن ورائه يعقوب إسحاق، إسحاق يعقوب، نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، إسماعيل عمه نبي. الله عز وجل في هذه الآية يريد يبين لنا أن الدنيا لا قيمة لها. هذا إنسان نبي أبناء أنبياء يباع بثمن بخس، دراهم معدودة قليلة بحيث أنه عدها سهل، وكانوا فيه من الزاهدين. الزهد هو وموضوعنا، الزهد
شنو معناه؟ الزهد في الأصل اللغوي بمعنى القلة، الشيء القليل. تقول مال زهيد يعني شنو؟ يعني قليل. نوع من أنواع التمر اللي هو أردأ أنواع التمر يسموه زهدي، يعني ما له قيمة أو قيمته قليلة أو متدنية جدا. إحنا أو كثير من عندنا يتصور أن معنى الزهد أن لا يمتلك الإنسان شيئا أو لا يتمتع بالمباحات، هذا مو معنى، هذا الفهم مغلوط. وهذا الفهم المغلوط أدى إلى عمل مغلوط. يعني كثير من الأحيان نحن أو الكثير منا يتخذ الكسل ذريعة، يعني يتخذ الزهد ذريعة للكسل، لا يعمل. نقول ليش ما تعمل؟ يقول أنا زاهد في الدنيا. يعني هذا الفهم المغلوط من الكلمة يؤدي به إلى الكسل، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وفي آية أخرى يقول هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فامشوا في مناكبها، الله هيأ لك الأسباب لكن أنت لازم تقتطف الثمر. الله عز وجل هيأ الأسباب، الشجرة، وهذه الشجرة مثلا كان لها ثمر، أنت ارفع إيدك واقتطف هذه الثمرة. كثير منا يصرف وقته في البطالة وفي اللهو وفي اللعب وفي النوم الأكثر من اللازم وأكثر من الحاد، والكسل بذريعة أنه على كل حال لا يهتم بأمور الدنيا، مو مهم الدنيا. هذا الفهم المغلوط يؤدي إلى عمل مغلوط، يؤدي إلى نتيجة مغلوطة. وكثير من الأحيان الإنسان إذا حول المعاني أو المفاهيم السامية إلى ما يلائم رغبات النفسية وهواه يقلبها إلى شيء مضر. وكل شيء تغير عن حقيقته بإفراط أو تفريط يصير شيء مضر. الله عز وجل أمرنا بالعمل، أمرنا بالعلم. الآن الكثير لا يزيد علمه، ما يروح يطالع، ما يقرأ، ما يكتب، ما يحقق، ما يسأل. ليش؟ يقول لأنه المقدار اللي عندي كافي، مع أن الله عز وجل في القرآن يقول وقل رب زدني علما. الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر الذين يعلمون، وأجلى مصادق الأئمة عليهم الصلاة والسلام، وقبلهم جدهم رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. ومن بعدهم العلماء الربانيين إن كنتم لا تعلمون. وإحنا عادة، مو عادة بل قطعا، جهلنا أكثر من علمنا ونجهل كثير من الأمور. طالب في المدرسة زين هم أن يحصل شهادة، زين هي الشهادة لها قيمة؟ الشهادة هي علامة، القيمة للعلم مو للشهادة. طبعا صحيح وضعنا في بلادنا صاير واحد يريد يتوظف يحصل مثلا رزق أكثر مضطر يكون عنده شهادة، يعني تحولت الشهادة من علم إلى مصدر للمال فقط. لكن الإنسان ولو هسه الوضع العام هكذا، المفروض عليه أن يكون المهم عنده كسب العلم، مو المهم عنده الشهادة. إذا واحد هو جاهل وعنده 50 شهادة يتغير عن جهله؟ ما يتغير عن جهله. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا.
فالإنسان لازم يصرف وقته قسم من وقته لا أقل في العلم، يحصل العلم. تحصيل العلم سهل، الله عز وجل جعل الأسباب والوسائل، والآن في العصر الحاضر وسائل التقنية متوفرة بحيث أن الإنسان بسهولة يتمكن من تحصيل العلم. وتحصيل العلم مقدمة بالتفكر والسؤال وصرف الوقت في ذلك والعمل. الإنسان يعلم ثم يعمل، لأن البعض يعلم لكنه لا يعمل، هذا ما له قيمة. يقولون فد واحد كان حافظ إحدى الكتب، فقيل لشخص قال زادت نسخة في البلد، 1000 نسخة من هذا الكتاب مطبوع، فد نسخة في صدر هذا صار 1001، إذا ما يعمل به له قيمة؟ ما له قيمة. وأجل أنواع العلوم العلوم المرتبطة بالمعارف، معرفة الله سبحانه وتعالى والرسول وأهل البيت والحلال والحرام، هذا أجل أنواع العلوم، والإنسان قيمته بعقله وبعلمه وليست قيمته بالمال الذي عنده. سابقا الناس كان عندهم رغبة في تعلم علوم الإسلام، هسه باعتبار الظروف المادية والظروف السياسية الرغبة قلت، لكن الإنسان لازم لا تتحكم به الظروف المادية والظروف السياسية، هو لازم يكون أقوى من كل الظروف، يحاول أنه بقدر المستطاع يكتسب من هذه العلوم. والشيء الثاني العمل، أما الإنسان يتخذ الكسل ذريعة للفرار من العلم ومن العمل فهو أكبر المتضررين. أصلاً إذا إحنا راجعنا الإسلام نشوف الإسلام متميز بعدة أمور، وكل أمور الإسلام متميزة. كتاب الإسلام شنو اسمه؟ قرآن. قرآن شنو يعني؟ يعني المقروء، من قرأ. أول سورة نزلت على الرسول وأول آية اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. يعني أول شيء العلم والقلم والقراءة، وسورة في القرآن سورة القلم، والله عز وجل يقسم بالقلم وبالكتابة، نون والقلم وما يسطرون. فالعلم والعمل، الإنسان في دنيا لازم يعمل، لا يتخذ الزهد ذريعة. الزهد في الأحاديث معناه أن الإنسان لا يهتم بالمقدار الذي يملكه، يعني إذا عنده كل الدنيا وما فيها يكون عنده هذا الشيء قليل مقابل متاع الآخرة، وما متاع الدنيا في الآخرة إلا قليل. سليمان على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام كان له ملك لا ينبغي لأحد من بعده، إضافة إلى ملك الدنيا اللي خضعت له الرقاب، الجن أيضا خضعوا له في التاريخ، ماكو ملك خضع له الجن، ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك. وأيضا الله عز وجل سلط سليمان على الريح بحيث أنه ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، يعني يجلس على بساطة الريح تحرك هذا البساط، الغدو يعني الحركة في الصباح، ساعات من الحركة في الصباح بمقدار شهر كامل من الحركة على الأرض، مثل الآن الطائرات مثلا ساعة طيران يعادل مثلا شهر ماشي. هذا الملك الله عز وجل جعل له بحيث أنه لا ينبغي لا يمكن لأحد من بعد سليمان، لكن سليمان كان زاهد. يعني شنو؟ يعني هذا الملك العظيم اللي عنده ما كان يملكه. الزهد في الحديث أن لا، ليس أن لا تملك شيئا بل أن لا يملكك شيء. إذا الإنسان ملك شيء من أمور الدنيا بحيث أنه تحبون المال حبا جما،
هذا ليس بزاهد. إذا واحد فقير ملكه شيء، عنده قلم يحب هذا القلم حب جم، هذا ولو هو فقير لكنه ليس بزاهد. معنى ذلك أن نفس الإنسان تكون كبيرة، لا تتطلع إلى الأمور الحقيرة، وكل الدنيا حقيرة، نفسه تكون كبيرة تتطلع إلى الآخرة. يعني شنو تتطلع إلى الآخرة؟ لأنه الإنسان عندما يشوف ثواب الآخرة ويشوف أن هذه الآخرة لا نهاية لها، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يرغب في ذلك ويستقل الدنيا وكل ما فيها. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول العاقل، مضمون كلامه، من ترك الدنيا ولو كانت من ذهب، لأن الدنيا فانية، وتمسك بالآخرة ولو كانت من خزف لأنها باقية. إحنا الآن كمثال بسيط، إذا خيرونا قالوا لنا أنت الآن نعطيك قصر فيه ما لذ وطاب، كل ما لهم ملوك الدنيا أنت إلك، ولكن سنة فقط تعيش فيه، بعد سنة تموت، أو نعطيك بيت من كوخ تعيش به 50 سنة، إحنا شنو نسوي؟ سؤال، نختار الثاني. ليش؟ لأن صحيح هذا فيه ما لذ وطاب لكن قليل، ذاك أطول، فكيف والدنيا قليلة والآخرة كثيرة، وما متاع الدنيا في الآخرة إلا قليل. فبناء على ذلك الإنسان لازم يجعل نفسه نفس كبيرة. يمكن واحد يكون أثرث أثرياء لكن نفسه صغيرة، واحد يكون أفقر الفقراء ونفسه تكون كبيرة. لذا الغنى في الأحاديث يفسر بغنى النفس، نفسك تكون غنية، واللي نفسه مو غنية إذا الدنيا وما فيها أعطية لأمسكتم خشية الإنفاق، لأن نفسه صغيرة. فالذي نفسه كبيرة شوف الدنيا شنو هي، حقيرة عنده. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان فقير؟ لا، أمير المؤمنين كان من أثرى الأثرياء، من أثرى الأثرياء. ليش؟ لأن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في فترة خلافة الثلاثة وإقصاء من السلطة وتهميشة ومقاطعته وما إلى ذلك، زين، انشغل بالزراعة. البعض يعتبر هذا مثلا فضيلة لذلك الوقت، أن أمير المؤمنين كان في ذلك الوقت منشغل بالزراعة، وهذا من أكبر مآسي الأمة الإسلامية، أن أمير المؤمنين لازم يحكم الناس ويعلمهم الكتاب والحكمة يضطر أن يروح يزرع. على كل حال الإمام عليه السلام اشتغل في هذه الفترة بالزراعة. هاي ينبع الآن أكو ميناء كبيرة في غرب السعودية قريب المدينة، هذه المنطقة أحياها أمير المؤمنين، راح هناك فترة وحفر عيون حوالي 100 عين، شقها وزرع النخيل، حيث أن معاوية كان يريد يشتري هذه المنطقة من الإمام الحسن ب100,000 دينار، والإمام الحسن ما باع، لأن أمير المؤمنين وقف تلك الأرض وكانت بعد الإمام بيد الإمام الحسن والحسين وإمام زين العابدين وهكذا. ولعله بين قوسين الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان دي أسس ل، إذا جاز التعبير، مشروع اقتصادي مدر للأئمة من بعده حتى يتمكنون من ترويج الدين، لأن السلطات الحاكمة كانت مسوية حصار اقتصادي على الأئمة عليهم الصلاة والسلام، وكل مصادر الرزق كانت مقطوعة. زين الإمام الحسن أو الإمام الحسين بمكانته الاجتماعية يحتاج إلى أن ينفق على الناس، ينفق على عائلته، يربي المؤمنين، عوائلهم، عوائل الشهداء وما إلى ذلك، ما يحتاج له فلوس ويحتاج له، إذا كل روافد
المالية مغلقة، فكيف يتمكن من إشادة الدين ولم يقم الدين إلا بسيف علي ومال خديجة ونصرة أبي طالب؟ والمال أحد أركان إشادة الدين من ذاك الوقت وإلى يومنا هذا. يعني إذا ماكو مال المشاريع الإسلامية تقام، المساجد تبنى، الحسينيات تبنى، الفضائيات تؤسس، الطلبة يدرسون وما إلى ذلك، لا. وهذا أمر واضح. على كل حال، المقصود أن أمير المؤمنين مشروع اقتصادي للأئمة من بعده أسسه. فأمير المؤمنين في تلك الفترة كان يشتغل بالزراعة، وزرع في بعض الروايات 100,000 نخلة أو أكثر غرسها، وكان تأتيه أموال كثيرة جدا. ولكن هذه الأموال كان يستفيد منها في سبيل الدين والإنفاق على الفقراء وما إلى ذلك. هذه الأموال لم تملكه، كان ثريا لكن زاهد. كان يعني شنو؟ يعني هذه الأموال مو مهمة بالنسبة له، لكن ليس معناه أنه لا يعمل، لا يعمل ويجاهد، ولكن لا يهتم بأمور الدنيا. إحنا لازم نفس الشيء نكون، لا نهتم بأمور الدنيا مو معناه أن نترك الدنيا. اعمل لدنيا كأنك تعيش أبدا مو معناه أن نكسل، معناه أنه الدنيا تكون عندنا حقيرة، نؤدي ما علينا، إذا صار صار وإذا ما صار فالأمر لله سبحانه وتعالى. أحد الإخوة ينقل يقول الوالد رحمة الله تعالى عليه عندما كان في كربلاء كانت هناك عشرات المؤسسات موجودة، 6 مدارس لتحفيظ القرآن الكريم، 3 للأولاد، 3 للبنات، فيها حوالي 6,000 طالب وطالبة، مدارس علمية، مطبعة وما إلى ذلك من مشاريع موجودة في بعض الكتب مذكورة. فلما هاجر وهجر من العراق بعد فترة كل هذه المؤسسات صودرت وبعضها هدمت. وطبعا إنسان سنوات طويلة مشتغل على مجموعة مؤسسات، من الطبيعي أنه يتعلق بتلك المؤسسات. فلما صودرت، ينقل أحد الإخوة يقول أنه وصل الخبر إلى الكويت، وهناك بعض الإخوة قالوا أنه إحنا نروح نذكر الخبر للسيد بس بالتدريج حتى لا ينصدم حسب تعبيرنا. شايفين إذا واحد رادوا ينقلوا له فت خبر سيء يحاولون ينقلوا له بالتدريج حتى لا ينصدم فجأة. وطبعا بين قوسين في الأحاديث الشريفة يقول الخبر اللي يؤذي الإنسان، مثلا خبر موت عزيز أو صديق أو كذا، أنت لا تنقله لأن الآخرين راحوا ينقلوه، أنت انقل الأخبار الجيدة، أما الأخبار السيئة خليها الآخرين ينقلوها حتى لا يكون بهذا المقدار أن تؤذي قلب شخص، ما دام الخبر راح يوصل بأي كيفية من الكيفيات. على كل حال، أحدهم يقول ذهبت إلى السيد، بدأت بمقدمات، أنه مثلا بعض المقدمات اللي نبدأ. يقول السيد قاطعني، قال تريد تقول أن هاي المؤسسات اللي عندنا في العراق صودرت؟ قلت له إيه سيدنا. قال مو مهم، إحنا أدينا ما علينا، الآن صدرت تلك المؤسسات صدرت، نبدأ بتأسيس مؤسسات أخرى، لأنه إحنا علينا أن نؤدي التكليف، تكليفنا أسس مؤسسات. هسه هذه المؤسسة نجحت أو ما نجحت لسبب خارج عن إرادتي، هذا مو تكليفي، الله عز وجل حسب مصالحه. ولذا الأعمال بالنيات، يمكن الإنسان ينوي عملا، طبعا النية غير التمني، ينوي عملا ويبدأ بهذا العمل لكن المشروع ما ينجح، إذا نية خالصة لله سبحانه وتعالى الله عز وجل يعطيه الثواب الكامل. واحد يمكن يبدأ بمشروع ويكمل ولكن نيته ليست خالصة لله ما يحصل ثواب أصلا، بل يمكن يكون في عقاب. أنا تكليفي أديته بدون تقصير أو بدون قصور، بالمقدار اللي تمكنت عليه،
هسه إذا فد مانع إجا ومنعوا هذا المسجد أو هذه الحسينية وهذه الفضائية أو هذا الكتاب أو ما إلى ذلك، أنا مرة أحاول أن أرفع المانع، فبها إذا ما تمكنت من أن أرفع المانع زين، إذا حقيقة الإنسان زاهد في الدنيا مهم أنا أديت ما علي، لماذا أنا أسست مسجد؟ سؤال للكشخة والفخفخة أو لله؟ إذا لله فالله هو الذي يجازي سواء المشروع كمل أو لم يكمل. طبعا نكرر هذا مو معناه أن الإنسان يكسل ولا يتخذ الأسباب، لا، معناه أن الإنسان لازم كل ما أمره الله سبحانه وتعالى يؤديه. هذا الفرق بين التوكل والتواكل. التوكل معناه أن الإنسان يؤدي ما عليه، والأشياء اللي خارج عن اختياره يكلها إلى الله سبحانه وتعالى. أما التواكل معناه أن الإنسان لا يؤدي ما عليه. يعني مرة الإنسان فرضه يريد يعمل، يشتري بضاعة بالسفينة، لعله هذه السفينة بالطريق تغرق وتذهب أمواله، وليس في اختياره أن تغرق السفينة أو لا تغرق السفينة. هو أدى ما عليه، اتصل، اشترى، أرسل المال، اختار البضاعة الجيدة، لكن أن تغرق هذه السفينة أو لا تغرق هذا مرتبط بالله سبحانه وتعالى، يكل الأمر إلى الله. أما واحد يجلس في بيته يقول أنا متوكل على الله والله سبحانه وتعالى يرزقني أو يرسل لي علما لدنيا، هذا تواكل متوكل وهذا مذموم. فعلى كل حال الإنسان لازم يحاول أن لا تملكه الدنيا، هذا يكون عن طريق أن يكبر نفسه، لا تكون نفسه صغيرة. طبعا هذا مو سهل، يحتاج عمل. في حديث عن الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام يقول العقلاء، أو في نسخة أخرى العلماء، علموا أن الدنيا لا تنال إلا بمشقة والآخرة لا تنال إلا بمشقة، فاختاروا من تلك المشقة أبقاهما. الإنسان بالنتيجة يحتاج أن يعمل، ولكن يعمل بما يوصله إلى ما يريده الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن الدنيا صغيرة حقيرة. في الحديث الشريف أن الله سبحانه وتعالى إذا كانت تسوى عند الدنيا بمقدار جناح بعوضة، هي البعوضة شنو قيمتها حتى جناحها يكون إلى قيمة، لما شرب الكافر منها ماء. لكن الدنيا عند الله لا تسوى بمقدار جناح بعوضة. ولذا أولياء الله كانوا في بلاء، ليش؟ حتى درجاتهم في الآخرة ترتفع، وللآخرة خير لك من الأولى. واحد يحاول أن يكبر نفسه، إذا يشوف في نفسه أكو حب للدنيا أو لبعض متعلقات الدنيا، يحاول بالمثابرة وبالمشقة أن يزيل هذا الأمر من قلبه، ولا يمكن ذلك إلا بالعلم والعمل، وخاصة مراجعة القرآن الكريم والتدبر في آياته وروايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام والتدبر فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وأن يتقبل أعمالكم وزياراتكم، ويجعل هذه الفرصة اللي جايين إلى هذه البقاع المتبركة فرصة مناسبة ليتزود الإنسان بالتقوى وبالورع من كريمة أهل البيت عليه الصلاة والسلام، ومن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، ومن سائر البقاع المشرفة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى.